ما زلنا متواصلين معاك زميلي العزيز ابراهيم فايق، برحب بيك، برحب بنجوم المقصوره، معي الان عمر سعيد نجم فريق الانتاج الحربي وهداف الفريق. عمر، في البدايه عايزين نطمن عليك، واضح ان انت تعبان جدا. والله الحمد لله، خبطه جامده شويه بس ربنا يستر، يعني هعمل اشعه بكره وربنا يطمن ان شاء الله. رايك كيف اداء الانتاج الحربي النهارده؟ اديته مباراه كبيره، تقييمك ايه الاداء النهارده؟ لا احنا النهارده عملنا ماتش كبير واحنا ما نستحقش تعادل، احنا كنا نستحق نكسب. لو كنا عندنا يعني طموح اكتر من كده كنا زماننا كسبنا الماتش، واحنا مضيعين جون في الدقيقه 90. يعني احمد سعيد ما شاء الله نزل في مكاني وكان هيجيب جون، بس احنا الحمد لله على الاداء والحمد لله على النتيجه مع نادي كبير زي نادي الزمالك. عمر، بذلت مجهود كبير النهارده لكن غاب عنك التوفيق. الحمد لله، لازم تتعب وتجتهد عشان ربنا يكرمك، والحكايه التوفيق ده حاجه من بتاعت ربنا، اكيد ربنا يعني مش هيوفقك كل ماتش بس انت لازم تعمل اللي عليك. ممكن نشوف عمر سعيد هداف الدوري العام هذا الموسم ان شاء الله؟ دعواتك كده باذن الله. كلمنا بقى عن المفاوضات، الاهلي والزمالك، ايه انت عايز تعمل ايه؟ هل هتكمل مع الانتاج ام ليك رغبه ان انت تنتقل لاحد انديه القمه؟ طبعا هو الواحد عنده طموح ورغبه انه يلعب في احد الناديين الكبار زي نادي الزمالك او نادي الاهلي، بس هو لسه ما فيش حاجه جات لغايه دلوقتي رسمي للنادي، والنادي مش ممانع يعني، بس انا مركز مع نادي الانتاج لغايه فتره انتقالات يناير. ما فيش حاجه جت خلاص هكمل السنه. يعني انت كلمت اداره النادي لو جه عرض رسمي هتمشي؟ ما فيش مشكله، هم كلموني وقالوا لو في حاجه جت رسمي الخير ليك، خلاص احنا مش هنقف في طريقك يعني. بس وبنما خلاص ما فيش حاجه جت رسمي، خلاص انت هتكمل معانا السنه دي ونشوف بقى الدنيا في اخر السنه تبقى عامله ازاي. انت يعني نفسك تلعب لاحد القطبين، الاهلي او الزمالك؟ ان شاء الله. بتوفيق يا عمر. حبيبي شكرا. اذا ده كان لقاءنا مع عمر سعيد نجم وهداف فريق الانتاج الحربي، والان عوده الى المقصوره وزميل عزيز ابراهيم فايق.